السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة دائما بي ذا فيرست. خليك الأول معكم مستر هيثم التركي مدرس العلوم. هنحل دلوقتي مع بعض امتحان علوم المحافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2023. السؤال الأولاني بيقول لي ماذا يحدث عند زيادة مساحة سطح المواد المتفاعلة؟ طبعا هتزداد سرعة التفاعل، تقريب شظية مشتعلة من ناتج تسخين نترات الصوديوم، طبعا يزداد الاشتعال، ارتفاع مستوى السكر في الدم، طبعا يقوم البنكرياس بإفراز هرمون الأنسولين، قلة اليود في الطعام، طبعا نقص إفراز هرمون الثايروكسين والإصابة بالجويتر البسيط. أكمل عبارات، يستخدم الفولتميتر لقياس فرق الجهد بين طرفي المصباح عندما تكون الدائرة الكهربية مغلقة. طبعا لقانون مندل الأول فإن العوامل الوراثية تنعزل. بطارية مكونة من عدة أعمدة متماثلة ومتصلة على التوالي، قوتها الدافعة الكهربية 16 فولت، وقف ده الكف للعمود الواحد 4 فولت، فإن عدد الأعمدة طبعا هيكون 4 أعمدة. عدم وجود الغمازات في وجه من الصفات الوراثية المتنحية. هيدروكسيد صوديوم زائد كبريتات نحاس يطلع كبريتات صوديوم زائد هيدروكسيد نحاس. بيقول لي في التفاعل السابق اذكر مشاهدتين يمكن من خلالهما قياس سرعة التفاعل عمليا. طبعا اول حاجة اختفاء لون كبريتات النحاس الازرق، ده أول مشاهدة. تاني مشاهدة ظهور لون هيدروكسيد النحاس الأزرق، وطبعا بيكون ده عبارة عن راسب. اكتب المفهوم العلمي، مركبات تفاعلاتها الكيميائية بطيئة وتتم تفاعلاتها بين جزيئاتها، تبقى المركبات التساومية. الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي أثناء سريانه في موصل هتبقى المقاومة الكهربية. إنزيم يوجد في البطاطا يحفز عملية انحلال فوق أكسيد الهيدروجين هيبقى إنزيم الأكسيديز. فرق الجهد بين طرفي موصل مقاومته 1 أوم وشدة التيار المار خلاله 1 أمبير هيبقى الفولت. صومة تحت خط، عند تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع كربونات الصوديوم يتكون كلوريد صوديوم وماء وغاز أكسجين هيبقى ثاني أكسيد الكربون. إذا زاد زمن مرور تيار كهربي للضعف فإن شدة التيار هتبقى تقل للنصف. عند استخدام 2 جرام من عامل حفاز في تفاعل كيميائي فإن كتلته بعد انتهاء التفاعل الكيميائي تساوي 2 جرام. تقاس المقاومة الكهربية بوحدة الأمبير هيبقى الأوم. قارن بين الغدة النخامية والغدة الدرقية من حيث تكوينها ومكانها. الغدة النخامية بتتكون من فصين وهي بتكون في حجم حبة الحمص أو البازلاء، وطبعا مكانها بيكون أسفل المخ. الغدة الدرقية برضو بتتكون من فصين وبتكون موجودة على جانبي العنق في الإنسان. نيجي بعد كده في السؤال الثالث، عندما تكتسب ذرة الكلور إلكترونا في مستوى طاقتها الخارجي. طبعا لما تكتسب يبقى معنى كده هيحصل لها اختزال فتتحول لعامل مؤكسد، يبقى هنختار الإجابة رقم د، تختزل وعامل مؤكسد. يمثل الشكل نقط عدة أعمدة متصلة معا على التوازي هيبقى الشكل ألف. يحل فلز الصوديوم محل الفلزات التالية في محاليل أملاحها ما عدا طبعا ما بيحلش محل البوتاسيوم. النسبة بين فرق الجهد بين طرفي موصل وشدة التيار الكهربي المار فيه تعبر عن هتبقى المقاومة الكهربية. أكمل المعادلات الآتية، Zn زائد 2HCl هيدينا ZnCl2 زائد H2، CuCO3 سهم عليه مثلث هيدينا CuO. استخرج الكلمة الغير مناسبة، أول واحدة هنختار القدرة على السباحة، تاني واحدة هنختار ساق قصيرة، رقم 3 رقم ج إذا كان الشغل المبذول لتحريك شحنة كهربية مقدارها 6 كولوم بين النقطتين في زمن قدره 60 ثانية يساوي 24 جول، احسب فرق الجهد. طبعا ج بتساوي ش غ على ك، يعني 24 على 6 هتطلع 4 فولت. بعد كده عايز شدة التيار، ت بتساوي ك على ز، يعني 6 على 60 هتطلع 1 من 10 أمبير. ده على مساحة المقاومة الثابتة لا يمكن التحكم فيها عكس الريوستات، صح؟ عند تلقيح نبات بازلاء تركيبه الجيني اي كابيتال اي كابيتال مع اخر تركيبه الجيني اي سمول اي سمول ونتج عن هذا التلقيح 300 فرد، فان عدد الافراد الهجين الناتجه 200 فرد غلط. يتفاعل الامونيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف في الحال خطا. طبقا لقانون مندل الثاني فان الصفه المتنحيه تظهر في الجيل الثاني بنسبه 25% هتبقى صح. وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة ناتج تفاعل قطعة من الصوديوم مع الماء، هيبقى 2MA زائد 2H2O يدينا 2MaOH زائد H2 زائد هيت أو حرارة. ارسم دائرة قانون أوم، طبعا هنرسمها. عند تزاوج ذكر وأنثى تركيبهما الوراثي بي كابيتال بي سمول، فكم تكون نسبة التركيب الوراثي بي كابيتال بي كابيتال الذي يحتمل ظهوره في أبنائهما؟ هيبقى 25%. أذكر وظيفة هرمون البروجسترون، طبعا بيساعد في نمو بطانة الرحم. علل تلعب الانزيمات دورا هاما في ظهور الصفات الوراثيه لانها طبعا تؤدي لحدوث تفاعل ينتج عنه بروتين مسؤول عن ظهور الصفه
اتمنى ان انتوا تكونوا وفقتوا في حل الامتحان. كان معاكم مستر هيثم التركي من قناة بيتا فيرست. خليك الاول، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.